أوقات فراغ، أوقات فراغ على رصيف الكلمات شلح لي عبارة غزل وقال دعيني أحبك بلا خجل. فالتفت إليه قائلة: تحشر، ألم تعلمك والدتك الأدب؟ انظر إلى روحك، انظر إلى روحك المليئة بالعلل، سفاهة اللسان ووقاحة النظر. اذهب إلى طبيب الأخلاق، اذهب إلى طبيب الأخلاق واقرأ سيرة الأنبياء وتعلم منهم الرقي والأدب. واقرأ، واقرأ في كل العلوم، واقرأ في كل العلوم، واملأ وقتك بشيء يحترم، وادفع عنك وساوس الشيطان، ولا تجلس على رصيف الكلمات تلقي عبارات خالية من الحشمة والأدب. تهذب، تهذب يا هذا، فإن لم تعلمك أمك فالحياة مدرسة، تعلم فيها الرجولة، فالرجولة أخلاق وليست قلة أدب. فالحياة مدرسة، تعلم فيها الرجولة، فالرجولة أخلاق وليست قلة أدب.